صراحة شيء مرة جميل، ونشوف أنه اليوم مع التطور اللي يصير بكل مجالات ما زالت الأزياء الجزائرية حاضرة بتصاميم عالمية. ويسعد صباحك كريم ونورت دبي، يعني قاعدين نشوف شيء مرة حلو، فاشن شو على يعني فن زيادة عليه. الأزياء الجزائرية يعني أزياء جدا مميزة، وأنت أكيد يعني قابلت تحديات وأنت تصمم هذه يعني هذه الفساتين والأزياء، خاصة أنه أنت مزجت بين ثقافتين. صباح الخير، نشكركم على الدعوة، ولا أنا كتير فرحان، فرحان بزاف اللي اليوم جيت نمثل بلدي. كما نقولوا الوطن ما في أغلى من الوطن. أكيد. إن شاء الله نتمنى دائما نكون أنا أحسن سفير للجزائر. والأزياء يعني الأزياء الجزائرية عندها يعني تاريخ كبير، تاريخ كبير، وعندنا بزاف الأزياء، عندنا بزاف يعني كل منطقة تزخر بشيء منفرد يعني. صحيح. لكن اليوم جبت لكم يعني جاكيت ونسموها بالجزائرية، بالجزائر نعيطوا لها كراكو. هذه القطعة اللي كانت تلبسها المرأة الجزائرية اللي طول حياتها عاشت في المدينة يعني. نعم. في المدينة، وحنا طورناها يعني كمصممين طورناها بطريقة عصرية باش تقدر المرأة يعني أي مرأة في العالم تقدر تلبسها. نعم. يعني سواء عربية ولا أي مرأة. كريم، أبرز التحديات اللي تواجهك كمصمم يهتم بالتراث، يهتم بتطوير التراث، أنه القطعة لما تحولها إلى يعني شيء عصري، في أبرز التحديات اللي تواجهها؟ مو القطع، أول شيء أنا نشتغل كثير مع المتاحف. نعم. دونك أنا ما يحق ليش يعني نغير من القطع. نعم. كاين الخطوط الكبيرة ما لازمش نغير فيها. نعم. لكن نزيد هذيك اللمسة الفنية لتعطي يعني روح جديدة للقطعة باش تكون على الموضة. نعم. يعني على الموضة. نعم. ولا طيب احنا قاعدين نشوف ال القطعة اللي انت اسمها كراكو. يعني لو تحدثنا عن اضافاتك، عن اللمسة اللي موجودة في هذه القطعة. القطعة هذو هي اول شيء هو رجعناه اقصر شوي، هو طويل شوية على الخصر، احنا طلعت قصرته شوية باش يقدر يتلائم مع كثير من القطع العصرية. العصرية يعني يقدر نلبسه مع السروال، مع تنورة، مع روب طويلة يعني. احنا قاعد نشوف الآن يعني الدمج بين هذا الجاكيت وبعض الأزياء. هذه أزياء تاع باريس، درتهم في باريس في أسبوع الموضة، أسبوع الموضة في باريس، كان فيه كثير قطع قفاطين، فيه كثير اشياء يعني. انا بحثت بزاف التاريخ، خليني نخرج في التراث. انا الجزائر ما خدتش حقها يعني. نعم. اعلاميا في عالم الازياء لظروف معينه. الحمد لله رانا من هذا المنبر ان شاء الله حتكون. طيب ان شاء الله. متى بدا شغفك بعالم تصميم الازياء، وهل كانوا اهلك يعني مع انه انت يعني تكون مصمم ازياء وتنشر ثقافه الجزائر في العالم؟ عندي صار لي شيء 25 سنه وانا في الميدان. انا اهلي بس يعني بدون صراحه اهلي ما كانوا حابين اكون مصمم ازياء. انا يعني درست في عالم البناء. نعم. ساعدني باسكو الدقه وكل شيء يعني ساعدني في عالم الازياء. على كل حال ما كملت يعني دراستي وفي البناء، وقلت لهم اتركوني اعمل الشيء اللي نحبه. فوالا هاكم الدبلوم. نعم. خلوني هلا يعني ندير واش انا نحب، والحمد لله يعني درت طريق طويل. وانا حاضر يعني في الاسابيع الموضة بباريس، في كنت عملت عرض ازياء كثير كبير يعني في بورتوفينو في ايطاليا. نعم. كثير اشياء. ممتاز. كريم، يعني واضح انه انت محب لتراث الجزائر، للتصاميم، وتحاول انه تنقل هذا الشيء للعالم. طبعا للعالم طبعا, طبعاً. ولكن لو تحدثنا عن رسالتك انت اللي حاب انه توصلها من خلال هالتصاميم، بما انه انت ما شاء الله 25 سنه، هل تحس انه رساله وصلت ولا تحتاج المزيد من الشغل؟
احنا ما قد ما نشتغلوا على الازياء يعني عمرنا ما نوصلوا واش رانا حابين، نتمنى دائما الاحسن. ورسالتي ما نحبش يا مدابية كل الازياء الجزائريه ما تبقاش في الادراج، ما تبقاش في المتاحف. نعم. تخرج للعالم، لازم الناس يشوفوها، وكل يعني واحد ياخذ حقه يعني في الصبعه تاع تراثه تاع بلده. وهذه هي يعني الحمد لله اني فخور. هذه برك يعني عينه من كثير عينات جزائريه، يعني في القندوره تاع قسنطينه، في الشاوي تراث الشاوي منطقه القبائل، في كثير يعني غني. لو اشتغل منا على 20 سنه ما حوى في حقوق حق كل منطقه. نعم. بس انا بديت كما نقولوا بديت بالزي تاع المراه الحضريه، يعني مراه المدينه مش الريف. مش كريم، الكل حاب يتعرف على مسيرتك او تصاميمك، في لك مثلا موقع معين، في لك حساب على سوشيال؟ عندي انستغرام، عندي انستغرام اسمي كريم كديد، فيه اللوجو تبعي. ممتاز، احنا نتمنى لك التوفيق. نشكركم والمزيد من النجاح ان شاء الله. ان شاء الله، بارك الله فيكم. على فكره انا كنت استضفت ام بي سي في العيد بيتي بالجزائر. نعم. كنت سميتوها القعده. القعده هذه كانت في بيتي، وانا كنت جبت كثير ضيوف. ولا والله انت يعني هذا مو غريب عليك كريم. يسلمك، شكرا، ونتمنى لك المزيد من التوفيق، وان شاء الله تجمعنا في لقاءات. ان شاء الله، بارك الله فيكم. بارك الله فيك، يعطيك الف عافيه.